بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأعزي نفسي وكل إخواني وكل من أحبه في وفاة أخينا إبراهيم عاطف عليه رحمة الله، يعني ذلكم الرجل الذي ما علمت عنه إلا خيرا وما رأيت منه إلا خيرا، ويكفي ثناء الناس عليه من عرفه ومن لم يعرفه. فأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ترك علما وترك طلاب علم يبكون على فراقه، وقد علمت أنه قد أسلم على يديه رجل فرنسي، وتواصل معنا يعني مع إخوانه بعد وفاته، وكل الطلاب حزانا على فقده، وكل إخوانه وكل زملائه، وكان مشهد الفراق مشهدا صعبا. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النيران، وأن يتجاوز عن خطيئاته. إنه ولي ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يربي له أولاده وأن يخلف فيهم خيرا، اللهم آمين. كان مشهودا له بالخير والصلاح بين أهله وزملائه ومن عرفه، سواء لمدة طويلة أم قصيرة، كان لا يتوانى عن الخدمة وعن النصح. و يعني هناك شواهد كثيرة حدثت قبل موته بلحظات، وقبل موته بأيام، وبعد موته، تدل على أنه في معية ربه وفي رحمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والعفو، وأن يكون في جنات النعيم، وأن يكون موته عظة لنا، و يعني أن نحذو حذوه فيما كان فيه من عمل صالح. نشهد الله عز وجل أنه كان طيبا وصالحا، وقد آلمنا فراقه أشد الإيلام، لكن الذي يربط على قلوبنا ويصبرنا أنه قد رؤي في المنام أنه منعم في الجنة، وقد قال لزوجته قبل وفاته بساعة تقريبا: أنتظرك على باب الجنة. ويعني من شهده بعد موته وجده مبتسما ضاحكا. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يلحقنا به في الجنة في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. ويعني أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له، وأسأل كل زملائي وأطلب منهم الدعاء له والاستغفار له. ويعني من كان له مظلمة عنده فليسامحه وليعفو عنه، فكلنا صائرون إلى ما صار إليه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل أحسن أيامنا يوم نلقاه. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.